عكرمة فيصل من البيت خلينا نحكي. شو بدك يعني احكي؟ شو بدك تعمل بهي القصة؟ قلت لك هي القصة انتهت، ما بقى بدي احكي فيها شيء ابدا. قصة رح تخرب لنا بيتنا وانت بتقلي انتهت وما بدك تحكي فيها وما بهمك؟ والله يا مدام اذا هيك قصة بدها تخرب لنا بيتنا فهذا البيت كتير ضعيف، هذا اضعف من بيت العنكبوت، باقل نفخة بطيفة ما خرج يضل. انت هيك رأيك؟ رفيف حبيبتي لا تبكي، بتعرفيني بكره البكي. ما عم ببكي، بعدين انا حرة ببكي وقت اللي بدي وانت ما دخلك اذا بتضايق ولا لا. قولك يا رفيف يا حبيبتي انت عم تبالغ كثير، عم تعملي شيء من لا شيء. شو اللي صار لحتى وصلت الامور لهون؟ بس انا كنت بالاول شاكة مثل ما اي مرة بتشك بجوزها، كنت عم اقول لحالي لا 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 اكيد ما في شيء، مشان اتاكد بالموضوع قلت بروح لعندك على المدرسة اذا في شيء الا ما قلقته. عم طلع عن جد في شيء. قولك انت هلا من كل عقلك عم تحكي؟ عن جد عم تحكي؟ ايه. وشو ما عملت ما رح صدقك، لكن انا بطلب منك انه تصف معي بتقوم ما بتقبل؟ ما بتقبل تصف ضد هاي ولك رفيف حبيبتي والله العظيم بحياتي ما تخيلت انك رح تغار علي بهالطريقة. لاني بحبك يا غبي. والله العظيم والله العظيم هالبنت اللي اسمها حنان ما في بيني وبينها اي شيء سيء. حسيت ان البنت مختلفة عن المدرسين التانيين، حسيتها محترمة ومؤدبة ومتعلمة ناس، وحسيت عقليتها بتنسجم مع عقليتي في منهجية تطوير التعليم. هي كل القصة. أنا كل تطوير التعليم ما بيهمني، إن شاء الله يا ربي بتنتشر الأمية بكل العالم. أنا اللي بيهمني أنت، أنت وبس. شو بدك تساوي؟ بشو؟ مع هاي اللي اسمها حنان. شو بدك يعني سوي بس مشان ترتاحي؟ فهمي ليك عكرمة، أنت وياها بنفس المدرسة مستحيل تبقوا. طيب حبيبتي على عيني على عيني، بس خلينا نكون واقعيين ومنطقيين. اولا انا ما فيني اطلب من هي المخلوقه تنتقل من هي المدرسه، انا مو ولي امرها ولا وزير التربيه. ثانيا اي طلب يتقدم هلا لوزاره التربيه بده شهرين او ثلاثه ليجي الرد، لساعتها بتكون حضرتك سعت بالشوارع. ما بعرف يا كريمه، انا ما بعرف. قدم طلب نقل وخذ اجازه مرضيه لبين ما وافقوا لك عليه. لك حبيبتي رفيف انت بتعرفي حالك شو عم تحكي؟ من واحد كمان